السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم بمقطع جديد للعبه ارك برايم الفير، وخلينا نبلش يا حبايبي. اوكي حبايبي، شو بدنا نسوي اليوم؟ ما ضل عندنا شيء يا حبايبي نسويه تقريبا. ضل عندنا الريكس، الكايوس والسبيريت. على ما اعتقد بعديها بنكون احنا انجزنا انجاز كامل لجميع الديناصورات وربطناهم جميعا. في واحد خبرني صحيح قبل ما كان يجرب هاي على السباينو، فراح نجرب لك اياها يا غالي. نجرب لك اياها على السباينو ونشوف شو وضعها وشو قوتها وكيف هي. ما بعرف والله اذا تطلع قوية ولا ما بعرف ليش اقترح الاقتراح، لكن خلينا نشوف يا حبايب هل تطلع قوية ضد السباينو ولا لا. ما معنا سباينو، والله ما معنا سباينو. طيب نجربها ضد الدب. يلا بينا، تعال يا غالي نشوف. كليك يمين. عشرة مليون سبام. اوف، لا ورب الكعبة اسطورية، والله اسطورية يا حبايب. دي والله ما توقعت هيك. اوكي لازم اوكي لازم نجيبه على الضربة النارية بالضبط، يعني هيك. تعالوا نكمل، شايفين؟ اوف، لا وربي اسطورية، والله اسطورية يا حبايب، والله اسطورية. ما بعرف جدة الكاميرا هيك ده احسن ولا لا. عندي اضاءة خربت تقريبا، فالاضاءة جدا سيئة والكاميرا اصلا تعباني، لكن ان شاء الله انها تسلك حالها يا حبايب، احسن ما يكون بدون كاميرا. تمام، اوكي يا حبايب. حاليا والله هذه اسطورية، والله هذه اسطورية. وصحيح يا حبايب الار جي طلعنا مش عاملين له امبرنتنج، مشكلة هاي كانت. شايفين ما في امبرنتنج، ما جربناه، يعني بامبرنتنج راح يكون اقوى ضعف باعتبار ما كنا عاملين له امبرنتنج قبل ما جربناه. فهذا يعتبر اسطوري، والله يعتبر اسطوري، مليون كمان مش شوي، مليون. فهذا لو حطينا فيه امبرنتنج حاليا ونزلنا ضده ديناصور، نزل لي ضده معي ار جي كثير، فخلينا ننزل ار جي. والله 12 مليون كليك يسار سي واكس اكس بدون باور اب. هاي بدنا باور اب، بس نضرب ضربة مباشرة. يلا معل، لازم يكون تحت مني. اوكي ثواني ننزله هيك. ايوه وهيك. اوف، عيد ولا ما عيد لسه. تعال معلم، بس تعال بس معلم. ترى الضربة يا رجل، الضربة لازم نعيرها هيك بالظبط. ايوه هيك هيك. ايوه اضرب، اشوف، اضرب معلم، اضرب الاكس. المشكله بعد بفر، ما مات. كيف ما مات لهلا يا رجل؟ اوكي لازم ننزل له ديناصور ارضي صراحه. بيشرد من الضربه اخينا. تعال ابلع هاي. يلا يلا بس سر يا رجل. بده يمللني هذا. يلا مع السلامة. اوكي حبايب، خلينا ننزل تحت شوي ونشوف شو الوضع هيك. ننزل له واحد يكون غير هذا. ننزل له رابتر. اوكي نعطينا الرابتر. شوف تعال، شوفوا السبام لو انه اجى فيه كامل، ما جاش فيه كامل. اوكي ابعد عنه، سبامه اسطوري، انسى سيبك من الكلام الفاضي، سبامه. تعال يا رجل تعال. مات ولا مات؟ والله لسه ما مات. بقدر احمله؟ ما بقدر. لايت جريفن حرام والله. اوكي راح، لكن الار جي والله بنصح فيه اسطوري والله، مليون كمان مش شوي، اسطوري يا حبايب. اوكي خلينا نرجع فيه على البيت، وخلينا نروح نروض الريكس، سبيريت وكايوس، لانه هذا هو المعنيين في اليوم، سبيريت ريكس وكايوس ريكس. فخلينا اول اشي سبيريت معي، نتاكد بلا يعني يكون معي تنتين، كايوس معي 8. حلو، يعني نقدر نروح نروضه بكل سهوله. خلينا نقول هيك، نتوجه للريكس.
سبيريت ريكس في البداية، سبيريت ريكس، وبعديها نروض اللي بعديه. اوكي حبايب، وصلنا عند سبيريت الحالي هذا. هلا والله. يا رجل ما تتعب حالك، والله ما تتعب حالك، والله ما تتعب حالك يا غالي، يا الله ما تتعب حالك يا رجل. ايش هذا والله؟ انت كور عادي. اوكي شيل يا معلم شيل. ايش هذا والله؟ ثواني ثواني، شيل شيل. ايش هذا؟ فيبلد. اوكي ار جي. اوكي اوكي، ايش صار فيك انت؟ قربت 20 مليون توربر، والله كثير التوربر. البوس اللي روضت الغوريلا كان 7 مليون 8 مليون، هذا 20 مليون، اكثر الضعف. المشكلة جنبه كائنات كثيرة. هذه اوكي، بسم الله. سبيريت اورب واحدة، موضوع بسيط. سبيريت اورب واحدة، امسك يا معلم. ايوه قوم لي، الله عليك تعال. اي اول واحد على هو الريكس، وروضنا ايزي بيزي. طيب خلينا نوصل للكيوس ونرجع لكم حبايب. اوكي حبايب، وصلنا عند الغالي الكيوس ريكس، فخلينا نشيله على برضه 20 مليون توربر، وضربني 101 ألف، مش كتير على فكرة، مش كتير. هذا ايش؟ فيبل برضو؟ والله الفيبل صاير كتير في الماب، ليه؟ كتران. يلا يا غالي، هذا ايش كمان؟ بوس دود ويفر، سيبك منه. وين راح؟ يا حبايبي انتو نام؟ اوكي نام جنب هذولا. اوه بافون، لا 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 لا، ثواني ثواني، بافون تيرور بيرد 60 ليفلو. تعالوا بس تعالوا، حلو جميل جدا. هذا بده ايش؟ كايوس واحدة، كايوس واحدة، ابلع معلمي. هلا بالحبيب، صار عنا كايوس وسبيريت، هدول هم الوحيدين حاليا اللي ايش ما جربناهم، يعني كل الباقي الديناصورات جربناها وشفنا شو قوتها وماذا تفعل وماذا يحدث عن طريقها. خبروني يا حبايب اذا في اشي ما روضناه، الاغلب انه كل الديناصورات روضناها ما ضل اشي. سبيريت ويفرين وسبيريت ريكس وسبيريت جريفن وسبيريت سباينو وسبيريت ثايكلو ثايكلون وش هيك، ما علينا، المهم روضناهم جميعهم وطورنا هاي والاغلب هيك جميعهم يعني. اوكي وش بدنا هلا حاليا؟ بدنا نروح حبايب هون ونسوي السدلات، ما علينا، نكتب ريكس معلم. اوكي بدنا ريكس سبيريت ريكس، سدل حلو هاي واحد. طب وين التاني؟ ليش مش ورا بعض؟ كايس ريكس حلو، هاي اثنين. هذول ايش؟ ابيكس الفا سيستل. اوكي هيك صار معاي سدلات الريكس الكايوس والسبيريت. طيب خلينا ننزل مباشره نجربهم مباشرة، منطقة التجريب مليان ديناصورات هون، جميل أحسن إشي للتجريب على السريع. أوكي في إشي صوته بخوف هون جاي، مش عارف شو هو. نيكست نيكست، أوه نيكست نيكست نيكست، كيس ريكس يلا نزل إياه، أعطيني هاي. أوكي في 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 شغلة راح تخرب الدنيا شكلها، لا مخربت. أوكي حلو، كم كم بدي اتاكد. الضربة العادية قديش؟ والله ما انا عارف لسه، مش متاكد. الضربة العادية 3 مليون بدون اي ليفل، والله مبين اسطوري، بدون اي ليفل 3 مليون، والله اسطوري. طيب كليك يمين، كليك يمين، 206000 سبام. اوكي السي ما احنا عارفين، الاكس عارفينها، ولا السي هاي، سي ولا اكس هاي، 2 مليون. طيب خلينا ايش نعطيه ماكس ليفل ونشوف شو وضعه حاليا. اعطيه كله دمج، والله في موارد حلوه معاه حاليا. اوكي ماكس ليفل، بعطيه امبرنتنج ونزل لي ضده اشي.
كارنو كارنو اكس سي قصدي. قرب هون اشوف، قرب هون. قديش قديش دقيقة؟ والله شلنا كثير من دمه. 10 مليون سبام، 10 مليون سبام. اعطيك الكمين كمان. ما والله اسطوري، والله اسطوري، لا مش مزح، والله اسطوري. دقيقة نزل لي رابتر اشوف اكس. الحلو في الضربة زي ايش سبات. 8 مليون 900 بتعطي هاي. امسك اليمين، والله انه اسطوري، والله انه اسطوري يا حبايب. شو عندي شو عندي ايش انزل له؟ شو هاي تيمبل هاي؟ اوكي هاي لا، نزل لي هاي اشوف. تعالي اكس سي سي سي. قبل ما تفكري، قبل ما تفكري، قبل ما تفكري شو نزلت. والله قاعد كان نفسي اعرف شو نزلت. هذا ايش؟ ديمونيك، ديمونيك. يلا بس سري 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 بس. تمزح مع مين انت؟ تعال بس. والله انه اسطوري، والله انه اسطوري، والله 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 انه اسطوري يا حبايبي. طيب الكيس جربناه وراح نتحدى فيه البوس انكر. عجبني والله، عجبني كثير كمان، بيستاهل والله، ما تخيلت هيك. ميم اللعيبة اعطيني سدل. وين سدل راح؟ ايوه اوكي نجرب السبيريت عبايب، نجرب السبيريت. 2 مليون الضربة العادية، كليك يمين. 2 مليون برضو ولا 143 ألف؟ 143 ألف اوكي. السي اللي هو سبام مخيف، كيلو اكس كنترول له ما له. اوكي جميل 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 جميل، جربنا. طيب خلينا ايش ماكس ليفل على السريع، مكس لي اياه فول دمج وخلينا نجرب. بتوقع الريكس التنين قويين، والله التنين قويين، ما في واحد ضعيف لان الواضح هيك. ما مش هين يا رجل الاكس هاي ولا هاي كليك يمين. طب سي بس في حركة، في حركة حلوة عند الكايوس انه ما بتخلي الرابتر يقرب مني هيك. وكذلك هاي 6 مليون ومية، والله الكايوس كأنه اقوى. كل واحد له مزايا على فكرة، بس الكايوس حسيته اقوى. ما في امبرنتنج هذا؟ ايوه عشان هيك في فرق. استنى استنى دقيقة، ايوه فرق، ايوه ايوه الفرق هون يا حبايب. اوكي الاسبام كليك يمين الكايوس اقوى، لكن الاكس سي ولا الاكس سي؟ خلينا نشوف. موجهة هاي، اوكي اكس ثمانية. في ضربة موجهة له ولا ولا موزعة؟ ادخل لي هون اشوف اسبام. مات صح؟ 7 مليون، والله التنين نفس الاشي تقريبا، ما في فرق. 20 مليون، والله التنين نفس الاشي تقريبا حبايب، ما حسيت الفرق الكبير بيناتهم. ابلع طلع دمه،
طلع دمه يا رجل، ابلع كمان سبان من كل كمين. اوكي تقريبا نفس القوة، ما بقدر اقول انه هذاك اقوى وهذا اقوى، والله تقريبا نفس القوة، بس الكيس كأنه اقوى شوي صغيرة، كيس اقوى شوي صغيرة. اوكي اسطوري التنين، والله يعني بقدر اواجه فيهم بوسات التنين، والله بقدر اواجه فيهم بوسات التنين، والله بقدر اواجه فيهم بوسات، والله اسطوري والله يا حبايب. طيب يا حبايب حاليا ايش بدنا احنا كمان؟ عندنا موضوع ايش؟ موضوع البوس الما قبل الاخير، صحيح؟ ما نضاف بوسات جداد، هذا واجهناه، تير 2 واجهناه، تير 3 واجهناه، تير 4 واجهناه، وتير 5 واجهناه، وتير 6 ضل عندنا اللي هو الكوستيك ما واجهناه، فاليوم راح نواجهه ونشوف شو وضعه. سوي لي اياه، بايش بدنا نواجهه يا حبايب؟ كنت ايش حابب اواجهه في ايش؟ في العشرة اللي عندي، لكن بما انه عندي الركسات راح نواجهه في الركسات، صراحة راح نواجهه في الركسات اللي عندنا. اوكي حبايب حاليا جاهزين نروح نواجه البوست، نواجه في الركسات الاثنين هدول ونجرب، هل راح يعيشوا معاه يصمدوا شوي ولا ما راح يصمدوا من مرة؟ انا اتأكد، خلينا نتأكد، نروح على المنطقة اللي هي الصحراوية نشوف هل راح يقدروا للبوس او لا، لانه بعتقد انهم قويين، حطيت عليهم سدل برضو انا ايش مطور حاليا، بس مش اقوى اشي، مش اقوى اشي. بدنا ننزل البوس، قبل ما ننزل البوس بدنا نشوف لنا منطقة بس دقيقة، فضي لي هاي المنطقة، حلو فضينا هاي المنطقة تمام. نقول هيك قبل كل اشي تتأكد من هالشغلة بس، سبيريت ريكس تمام، وكيس ريكس تمام، نطلع فوق هذا ونشوف هل راح يقدروا للبوس او لا، هذول الاثنين نشوف هل راح يقدروا للبوس ام لا. بسم الله نزلنا البوس وجهه، وين راح البوس؟ لا ما هو هيك مسخرة، شو؟ وين راح البوس؟ نيز دمهم والله، اوف. طب وين البوس؟ لا استنى شوي استنى شوي استنى شوي، نبعد عن المنطقة. اوكي البوس يا حبايب قلتش شوي، وخلينا نروح نجيب بوس تاني في منطقة تانية بلا ما ايش يقتلوا مع الفاضي. اوكي حبايب نزلناه، ليش مالي ليش مالي ليه ما بيهجموا؟ لا يا رجل لا ماتوا، لا بلشوا بلشوا بلشوا. اوكي لا لا راح يموتوا راح يموتوا، ولا عمرهم ولا عمرهم ولا عمرهم. ممكن مبين هذا مش طبيعي اصلا. اعطي اكس ابلع بس، دعسهم التنين بكل سهولة والله، طلع علي قاعد، شايفين كيف طلع علي؟ ابلع سي، اوف لا 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 نزلني، لا 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 ما تخليني انزلني والله. اشرد 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 اشرد، اعطيه بس سي اكس، والله دمجناه لكن ما بينفع ما بينفع. اوكي ما بينفع معاه ما بينفع ما بينفع، لا 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 ما بينفع صراحة، ما بينفع معاه ولا اي اشي غير الريبر، كلام فاضي والله خيي كلام فاضي جدا كلام فاضي.
نزلني. طيب تعالي تعالي بعينك الله، تعالي تعالي بس نروح نسلم على الشخص ونجي. بس تعالي اوسوم، نروح على لاست ريموت لوكيشن. لا صعب صعب يا حبايب، والله صعب، ما عم نقدر، مستحيل كمان. وين الغالي؟ ما اللي بور أبطال. اوكي حبايب، لقيناه لقيناه. ابلع اكس اكس معلم. ايوه هيك بلعوا يا رجل، اذا ارتاح يا رجل، ارتاح بس، ارتاح بس يا رجل، ارتاح ارتاح بس. والله هذه اسطورية، ابلع. ما بعرف ليش لما اقرب جنبه ببطل يعمل، شايفين؟ ببطل الضرب بيوقف كأنه مش عارف كيف، او انه بعاود. لا عصب، عاود رجع عيلني مرة، ابلع. لا لا عيّدت يا معلم انت، ابلع هاي كمان. سي ابلع بس، يلا سلم سلم. اوكي ايش اخذنا منه؟ اخذنا منه راسه واللي هي هاي تحت السم والاشياء اللي مش عارف شو فايدتها حاليا، باعتبار انه خلصنا فالاشياء صارت بالنسبة لي هاي عادية. نفتح. اوكي خلي لقلق شوي بس. ايوه والله يا عمي هذه اقوى اشي في المود، هذه اقوى اشي في المود والله، هذه اقوى اشي من المود كله. اوكي حبايب خبروني، هل ضل اشي نسوي حاليا؟ ضل عنا نواجه البوس الاخير، واجهنا جميع البوسات، ضل عنا البوس الاخير في هاي في هذا المود. يعني تقريبا احنا بالتوار سوينا كل اشي، لكن خلينا نشوف البوس الاخير. هذا البوس الاخير حبايب، بوس تير 7 اللي هو هذا. عندنا كل اشياء، عندنا كل اشياء معلمين، راح نواجه ان شاء الله المقطع الجاي البوس الاخير، ولهوني بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم. صحيح ان المقطع يمكن جدا بسيط وسريع، لكن ان شاء الله انه يعجبكم. نراكم على خير، سلامات يا غوالي. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.